اللهم صل وسلم. تجدد بقول فضل الله تبارك وتعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن الزيني يشرح فيها كتاب البدل من صحيح البخاري. يتجدد ايضا المجلس السادس. نعم. فهذا المجلس السادس من شرح كتاب البدل من صحيح البخاري. يتجدد ايضا المجلس السادس من مجالس السماع. تأوي كتاب البخاري عن شيخنا محدث الشام الشيخ محمد بن علي العنصوصي بإسناده المتصل إلى البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلم من قريش يسأله ويستكثرنه عالية مصرهن على صوته فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل له النبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال: عجبت من الأمان الذي من عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. فقال: أنت أحق إليهن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدو لأنفسهن أتهنني ولم تهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقل: إنك أفضل وأرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماث الأعداء. هذا الحديث في السياق الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شيء من أدبه صلى الله عليه وسلم وتبسمه صلوات الله وسلامه عليه ولين جانبه، فإن أولئك النسوة جلسن معه صلى الله عليه وسلم وكن يسألنه حتى ارتفعت أصواتهن. فلما دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه تبادرن الحجاب، أي اختفينا رضي الله تعالى عن الجميع، فاستغرب من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا متبسما صلى الله عليه وسلم، مما جعل عمر يستغرب الحال، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكانت حجة أولئك النسوة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أفض، وهذا يدل على لين جانبه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على قوة عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحق. ومن فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الشيطان ما لقيه سالكا فجا أي طريقا إلا سلك غيره، وهذا يدل على عظيم فضله رضي الله عنه وأرضاه، ما ذاك إلا لما وقر في قلبه من الإيمان. فاللهم أعمر قلوبنا بالإيمان. نعم. وبه النبي قال: حدثنا قبيلة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله عن عبد عمر عن عبد الله وعين الإسلام. وبه إليه قال: حدثنا ربيعة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال: إنا قاتلون غدا. على كل حال
عندي هنا يقول ابن عمر قال القسطلاني هذا هو الصواب. ابن عمر الصواب. عن ابي عباس عن عبد الله بن عمر قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال انا طائف ان شاء الله. فقال لازم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح امنه تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على الجبال. قال فغدوا فقال وكثر فيهم الجراح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطائفين غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا سفيان بن الخبر يريديه. وهذا ما زال أيضا في السياق في تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يدل على لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه رأى الخيرة أن يرجع وأن لا يشق على أصحابه، لكنه لما رأى منهم الإصرار على الاستمرار آذن لهم صلى الله عليه وسلم. فلما أصابهم ما أصابهم من الجراحات وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون، رضوا بذلك وسكتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه ما يدل على شدة ما لقيه النبي صلوات الله وسلامه عليه من أعدائه. وفي قولهم لا نبرح أو نفتحها، أي لا نبرح حتى نفتحها. نعم. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان. قال عبد الرقبة قال ليس لي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي بعرق فيه دم. قال إبراهيم العرق المكتل. فقال أين السائل تصدق بها؟ قال على أكبر مني والله ما بين لذتي أهل بيت أكبر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكره. قال فأنتم إذن. وهذا الحديث فيه مسائل فيه فوائد فيما يدل على الحذر من المواقعة، مواقعة الزوجة في نهار رمضان، وفيما يدل على أن كفارته مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفيه ما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولين جانبه، فإن هذا الرجل جاء خائفا ثم رجع بالنوال من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ما يدل على جواز الحلف على غالب الظن، فإن الرجل قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، وهذا على غالب ظنه، فإنه ربما وجد من هو أفقر منه بكثير، لكن إنما حلف على غالب ظنه. ومن حلف على غالب ظنه فإنه لا كفارة عليه. فلو حلف إنسان وقال والله إن هذا الذي قدم هو زيد، ثم تبين بعد قليل أنه ليس بزيد، فإنه لا كفارة عليه، لأنه إنما حلف على غالب ظنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كنت جرني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه في ذمي جذبة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفحة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركت بها حاشية من شدة جذبتي. ثم قال يا محمد مغني مما لله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الرجل يجبده
جبدة شديدة حتى أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك التفت إليه مبتسما، وهذا الذي عناه الله تبارك وتعالى حينما قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبهذا ينبغي للدعاة والصالحين والناصحين وأهل الخير وأئمة المساجد والدعاة إلى الله أن يلينوا مع الناس وأن يتحملوا منهم الأذى وأن يصفحوا عن مخطئهم وأن يعفوا عن نادمهم حتى يقبلوا دعوتهم ويستقيموا على أمر الله. نعم. وبه قال حدثنا ابن المنذر قال حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم اسلم ولا راني الا تبسم في وجهه. ولقد شكرت اليه اني لا اثقل على الخير فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله غنيا منديا. لا تجد أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا له مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مشرفة منه صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبه، يعني ما يمنعه من الدخول عليه صلوات الله وسلامه عليه. أين هذا الهدي الكامل من هدي أصحاب المقامات الرفيعة والشارات الرفيعة؟ فإنهم لا يأذنون لأحد بالدخول عليهم إلا من كان على شاكلتهم. وانظر إلى هذه الابتسامة التي يصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحب الكرام، مما تجعل قلوبهم تهفو إليه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر لما شكى إليه أنه لا يثبت على الفرس فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم ودعا له. فهذا يدل أيها الإخوة على قربه صلى الله عليه وسلم من أصحابه. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على الأرض غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما شبه الولد. وهذا يدل على أن من موجبات الغسل خروج المني، فإذا خرج المني فإنه يجب الغسل. خروج المني يختلف، أو موجبات الغسل تختلف. أولا الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أنه قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وفي رواية: وإن لم ينزل. وهذه أظن صار فيها مشكلة، إذا مس الختان الختان، ختان الرجل معلوم وختان المرأة في إشكال عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس الختان الختان فقد أثبت ختان للرجل وختان للمرأة. والعلماء رحمه الله تعالى مختلفون في حكم هذا الختان، والصحيح أن ختان الرجل واجب لأنه ينبني على قضية شرعية وهي طهارة الرجل، وأما ختان المرأة فإنه مكرمة كما جاء في الأثر، لأنه يخفف غلمتها كما جاء في الأثر، فهو ليس من الواجبات وإنما من المكملات. وغالب الشعوب الإسلامية لا تختن نساءها، لكن من ختن فلا لوم، ومن ترك فلا لوم، وليس المجال مجال استهزاء أو سخرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس الختان الختان، فأثبت ختان للرجل وختان للمرأة. هذه القضية الأولى، وهي أن يكون ذلك بالجماع. وأما ما دون الجماع كالتقبيل والضم ونحو ذلك فإن هذا لا يوجب غسلا، فإن خرج خارج كالمذي ونحوه فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره وينضح فرجه ويتوضأ. الأمر الثاني أن يخرج المني بأي وجه من الوجوه دفقا بلذة، فهذا يوجب الغسل.
الثالث أن يكون هذا الخروج في المنام، فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر احتلاما. إنسان لما قام من منامه وجد أثر المني على ملابسه، فإن كان يذكر احتلاما اغتسل، وإن لم يذكر احتلاما اغتسل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي وجود خروج الخارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألت المرأة قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فالعبرة بالماء اللي هو المني. وهنا مسألة، لو احتلم محتلم بمنامه، يعني رأى في المنام أنه يجامع، ثم لما استيقظ لم يجد لذلك أثر، ما في أثر، يعني ما خرج منه خارج، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحديث يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وفيه ما يدل على أن شبه الولد بأبيه أو بأمه بأخواله أو بأعمامه مرده إلى المني. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على قضيتين، قضية سبق الماء أيهما سبق، وجاء ما يدل على الكثرة. والظاهر والله أعلم أنه إذا أن السبق منه يكون ذكرا أو أنثى، فإذا سبق الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، يعني أنزلت المرأة قبل الرجل، فإنه يكون ذكرا بإذن الله. وأما الشبه فإن مرده إلى الكثرة، إذا على ماء الرجل ماء المرأة نزع الرجل إلى أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أخواله، والله أعلم. نعم. هذا من أدبه. نعم. مسائل منها لطف الله تعالى بالعباد، ومنها ابتلاء الله تعالى بالعباد، ابتلاء الله جل وعلا لعباده، ومنها قرب الله تبارك وتعالى من العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفيه ما يدل على مشروعية الإلحاح بالدعاء، وفيه ما يدل على سؤال الغير الدعاء، وسبق التفصيل في هذا. وفيه ما يدل على أن خزائن الله تعالى ملأ، مهما نقص على العباد
فإن خزائن الله ملا لا تغيضها النفقة ولا تنقصها النفقة، لكن الله تعالى يمنع أقواما ويعطي أقواما لحكمة وابتلاء يبتلي الله تعالى بهم، يبتلي الله جل وعلا عباده بذلك. وفيما يدل على مشروعية الاستسحاء كما يدل على مشروعية الاستسقاء، فالاستسقاء إذا قحطوا والاستصحاء إذا خافوا ضررا، أما إذا لم يخافوا ضررا فإنه لا يدعى بالكشف، وإذا خافوا دعوا بمثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما دعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبه كيف حدثنا رفيع بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وان الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وان الكذب يهدي الى الفجور، هذه دعوة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يكونوا في جملة الصادقين ولا تكونوا في جملة الكاذبين، لأن الرجل إذا صدق وتحرى الصدق كتب عند الله تعالى صديقا، كما نال هذا الوسام وهذا الشرف العظيم الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. والرجل إذا صار يتحرى الكذب ويكذب كتب عند الله جل وعلا كذابا، كما وصم بذلك مسيلمة. فينبغي الإنسان أن يحرص على الصدق، والصدق أيها الإخوة من أعظم أسباب النجاة، والصدق مدرسة يتعلم منها الإنسان الخير والشجاعة، لأنه لا يحمل الإنسان على الكذب إلا الجبن. وأيضا ينبغي لنا أيها الإخوة أن ندرب أنفسنا على هذا، وأن ندرب من تحت أيدينا، وينبغي أن يطرق هذا أيضا في مجالس الناس، ويحدث الناس عن الصدق في الخطب والدروس ومجالس الناس، حتى يعوا هذا الأمر ويتبين لهم خطر الكذب وفضيلة الصدق. نعم. وبه حدثني محمد بن سلام وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل بن نافع عن ابي سهيل بن نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا ادم واذا على اخبث واذا ادم من اخران. آية المنافق اي علامة المنافق. والنفاق أيها الإخوة على نوعين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي عياذا بالله. والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا النفاق العملي، وهذا النوع من أنواع النفاق لا يخرج الإنسان من الملة، ليس هو النفاق الذي يخرج من الملة. فإن الإنسان إذا وعد وأخلف أو خان الأمانة أو حدث فكذب إنما هو واقع في إثم ولم يخرج من دائرة الإسلام. وأما النفاق الاعتقادي فإنه يكون في القلب عياذا بالله، وهذه من علاماته النفاق الاعتقادي اللي هو بغض الإسلام، وأن يكون ود الإنسان إلى الكفرة ويحب نصرة الكفار ويبغض انتصار أهل الإيمان ويعطي صوته لأعداء الإسلام ويبذل ماله لأهل لأعداء ويعطي صوته لأعداء الإسلام ويبذل ماله لأعداء الإسلام ويحزن لانتصارات المسلمين وتقدمهم، هذا نفاق. وهذا النفاق أيها الإخوة يختلف لباسه من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. فاللباس الذي يلبسه أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوع، والذي يلبسه المنافقون اليوم نوع، وإن اختلفت أسماءهم. ومن أعظم ما يتمثل بالنفاق اليوم هم العلمانيون، عليهم من الله ما يستحقون،
فهؤلاء هم المنافقون حقا، فإنهم يظهرون أنهم من أهل الإسلام والإسلام منهم براء، هم أعداء الإسلام، أعداء العفة، أعداء الاجتماع، أعداء الخير، أعداء الحشمة، لأنهم ما يرغبون هذا ولا يريدون هذا، لأن الإسلام يقطع عليهم ملاذهم ويقطع عليهم إفسادهم، فهم يريدون التفسخ ويريدون الحرية ويريدون التعري ويريدون أن يكون نساء أهل الإسلام كلا مباح لكل أحد منهم، فهذا نوع من أنواع النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجدونهم في المواطن ودهم لغير أهل الإسلام، وحزنهم حينما ينتصر أهل الإسلام ويرتفع أهل الإسلام. وقد أفتى العلماء الربانيون في هؤلاء أنهم من المنافقين الذين ليسوا من أهل الإيمان. نعم. وفيما يدل على خطر هذه الصفات، فإن الكذب صفة ذميمة، وإخلاف الوعود وخيانة الأمانات، وكل ما كان في الإنسان من هذه الخصال أكثر كان إلى النفاق أقرب، وكل ما كان أقل كان أبعد. نعم. ومن جميع ونحدث موسى بن إسماعيل ونحدث جميل قال حدثنا ورجاء عن شخص ورجاء منهم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة رجلين أتياني قال الذي رأني منه يشق شرده فكذب من أجله الكذب تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذه قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، ومنها ما اقتطعه المؤلف رحمه الله تعالى واختصر من هذا الحديث فيما يدل على خطر الكذب وعقوبة الكذاب يوم القيامة. باب النبي الصالح وفي ذلك قال إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم أحدثكم الأعمش وفي ذلك قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم الأعمش سمعت شقيقا قال سمعت عبيدا يقول إن أشبه الناس ندلا وسلما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن من حين يخرج من بيته الى ان يرجع اليه لا ادري بما يصنع بهذه الى غدا. وفي الذي قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبه عن طارق قال سمعت طارقا قال قال عبد الله ان احسن الهدي كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان اكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم من يقتفي أثره ويهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإنه من أقرب الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ودلا برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصبر في الأذى وقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي كيف قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أو ليس شيء أسدر على من سمعته من الله ليس أحد أو ليس شيء أسدر على من سمعته من الله إنه لا يدخل له ولد ومنه ليعافيهم ويرزقهم. قال رحمه الله تعالى باب الصبر على الأذى. الصبر هو حبس النفس، وهو من الصفات الحميدة، وهو من الإيمان، والجزع على أقدار الله عز وجل ينافي الإيمان وينافي الإيمان بالقدر وينافي الرضا بما كسبه بما قسمه الله تبارك وتعالى. والصابرون
ينالون أرفع الدرجات. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كان أجرهم يأتيهم ويصل إليهم بغير حساب فمعنى ذلك أنه أجر عظيم، جزاء الصبر. والله تبارك وتعالى يؤذيه العباد لكنهم لا يضرونه، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم لكن لن يصلوا إلى ضر الله تبارك وتعالى. فالأذى شيء والضر شيء، فالذي يصل إليه سبحانه وتعالى الأذى، أما الضر فإنه لا يصل ذلك إلى الله، لأن العباد أحقر من أن يضروا رب العالمين تبارك وتعالى. وبه الذي قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما من كبار مكان لمسك فقال رجل من الانصار والله انها قسمه لا اريد بها رسول الله قلت اما ابا قلت اما ابا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاتيته وهو في اصحابه فسار من لم يواجه الناس بالعتاب. وفي الذي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشه صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزل عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فحمله فحمل الله ثم قال ولا شك أن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام ترخص النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يتنزه عما ترخص به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، فليس من الدين أن يترك الإنسان الزواج، وليس من الدين أن يترك الإنسان أكل اللحم، وليس من الدين أن يترك الإنسان النوم، وليس من الدين أن يترك الإنسان شرب الماء البارد. كل هذا ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص بمثل هذه الأشياء. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. وفيما يدل على مشروعية الخطبة وتذكير الناس عند الحاجة إلى ذلك ولو لم يكن جمعة ولا عيدا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس بالخطب، فإذا وقع ما يحتاج إلى تذكير صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وحدث الناس بما يحتاجون إليه. نعم. وبه الذي قال حدثنا عبد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن قتاده سمعت عبد الله بن ابي عتبه بن انس عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خلقها فاذا راى شيئا يكرهه عرفنه في وجهه. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، هذا مثل يضرب بشدة حياء البنت العذراء التي لم تتزوج لشدة حيائها، لكن عمل أعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام على هتك هذا الحياء وفسخ هذا الحياء حتى تخلت المرأة عن الحياء، صار المسلم لا يفرق بين مسلمة ولا كافرة، مع أننا نقول ولله الحمد والمنة وله الفضل والثناء ما زالت أمة الإسلام فيها خير عظيم، ما زالت البيوت مليئة بالعفيفات الطيبات الطاهرات المباركات ولله الحمد والمنة، ومرد ذلك إلى التربية الصالحة التربية الصادقة التربية على تعاليم الإسلام. فكل ما اهتم الإنسان بعرضه وببناته وبزوجاته وبقريباته وحماهن من التفسخ والفجور وفق بإذن الله عز وجل إلى هذه الحماية، والحمد لله كما أسلفنا البيوت مليئة، وذلك في كل مكان والله الحمد لله وفي كل زمان، ويكثر العري ويكثر التفسخ ويكثر الانحراف وهتك الأعراض، ومع ذلك تبقى
صور مشرقة للمرأة المسلمة ولا الحمد لله منها العفيفة، ولا تخالط رجالا ولا تهتك سترا ولا تخلع جلبابها إلا في دارها. فهذا مرده إلى التربية الصادقة، التربية الصالحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. باب من يفرح الخوف إليه كثير كهوة قال وبه كيف حدثنا محمد بن احمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا عن يحيى بن مبارك عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كذب فقد باء به احدهما. نعم. وقال اكرمه وقال هذا الحديث كلها قد سبقت. والبخاري رحمه الله تعالى له صنيع عجيب في صحيحه رحمه الله تعالى، فإن الحديث يريده في مواطن كثيرة ويقسمه ويفرقه للاستدلال به في مواطن، فيأتي في باب ويستدل به على ما يريد، ثم يأتي بالحديث مرة أخرى وثالثة ورابعة وأكثر من هذا مرارا يستدل به. وهذا من فقه رحمه الله تعالى، حتى قال العلماء فقه البخاري في تراجمه رحمه الله تعالى. نعم. باب من يرى النظر ذلك وقال وقال ابي بن الاعلى ان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يريك لعن الله يعني عمر رضي الله عنه وارضاه قال لحاطب لما تبين أمره وأنه كاتب أهل مكة قال إنه منافق، ومع ذلك عمر معذور لأن هذا هو الحق، هذه الحقيقة التي رآها عمر رضي الله عنه وارضاه، فلم ترجع هذه السبة على عمر رضي الله عنه وارضاه لأن الأمر يحتمل هذا، فإن الرجل قد كاتب أهل الكفر وما لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرى إكفاره والحكم عليه بالكفر ورجوع هذه السبة وهذه المذمة إليه لأنه يحتمل، فصار له تأويلا. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار حدثنا قال حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ فيهم الذكر قال فتجبوا فقال فتجبوا سرجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال إنه كافر فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونستهلك من أرواحنا وإن معاذ صلى بالله حتى فقرأ البقرة فتجبس فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها فسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. وفيما يدل على جواز مثل هذا وهو أن الإنسان إذا طال الإمام طالة فاحشة له الحق في التجوز والانعزال عن الإمام والانفصال عنه، سواء طال الإمام طالة شديدة أو عرض للمصلي عارض، فلو صلى مع الإمام وعرض له عارض بأن يختصر في صلاته فإنه لا بأس بهذا
لكن هذا ليس لكل أحد، وإنما عند الضرورات، كأن يكون إنسان يصلي مع الإمام فيدخل مع إمامه فيتذكر خطرا على أهل الدار، كان يكون أوقد نارا أو ما شبه ذلك، أو يخشى خطرا على أهل الدار فينعزل ويكمل صلاته لنفسه ثم يذهب إلى شغله حتى لا ينشغل بذلك. نعم. وبه كيف حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المنذر قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا أبو المزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى قائلا فليتصدق. وبه كيف حدثنا هذا فيه ما يدل على أن الإنسان ينبغي له إذا وقع في ذنب من الذنوب أن يبادر بما يكفر هذا الذنب، فإن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين. ولهذا إذا حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله كفارة عن الحلف باللات. وإذا قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق، ولو أن يستغفر الله جل وعلا أو يسبح أو يقول ذكرا، لكنه يكون كفارة لما قاله من الزور. وفيما يدل على النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، فإنه من أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته، والله العظيم هكذا. ومن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك، والشرك المراد به الشرك الأصغر، إلا إذا وقع في قلب الحالف تعظيم من حلف به إلى درجة الربوبية فإنه يقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. نعم. باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله. وقال الله زاهد الكفار والكافرين مغضوب عليهم. وبه اليه قال حدثنا يسار بن صفوان كذا عندنا هكذا هكذا عندي يسار معروف بسر بن صفوان. وبه اليه قال حدثنا يسار بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حيران فيه سوار فتلون وجهه ثم تناول السدرة حتى كان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه السور. وفي هذا ما يدل على ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من الغضب، وذلك إذا انتهكت حدود الله فإن الإنسان يغضب لأجل الله تبارك وتعالى، ويحذر الإنسان من الغضب لنفسه والانتقام لنفسه، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يدل على التحذير من الصور، خصوصا تعليق الصور في البيوت والمكاتب وغير ذلك، خصوصا إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالعلماء والأمراء وأشباه ذلك. وأمر التصوير أمر خطير أيها الإخوة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التصوير نصوص كثيرة، ما أظن ورد مثل هذه النصوص في قضية أخرى من قضايا التحذير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أنه شد الناس عذابا يوم القيامة، ولعن المصورين، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم،
ويؤمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وغير هذا من النصوص. وقد تهاون الناس في أمر التصوير تهاون عظيم، ومرد هذا التهاون للخلاف الذي بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، هل التصوير الذي وردت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أنواع التصوير من الصور التي تسمى صور فوتوغرافية ومثله التصوير بالفيديو، أو أن هذا مقصود بالتصوير الذي يكون باليد والرسم والنحت، على خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أن التصوير يشمل ذلك كله، وهؤلاء الذين يرون أن التصوير يشمل جميع أنواع التصوير سواء بالأجهزة الحديثة وغيرها اختلفوا، هل التصوير بالكاميرا الفيديو داخل في التصوير المعتاد أو لا؟ والأحوط للإنسان يبتعد عن التصوير كله، يبتعد عن التصوير بجميع أشكاله وألوانه احتراما لهذه النصوص. لأننا نعلم أيها الإخوة أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام الذين وقع فيهم الشرك إنما وقع بسبب الصور، لما هلك أولئك الصالحون أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم صورا فلم تعبد، ولما طال عليهم الزمن عبدوا هذه الصور. فالشرك مبدأه من التعلق بالصور عياذا بالله. ونحن نعلم أيها الإخوة كما تعلمون أن قوم نوح عليه الصلاة والسلام لو كانت عندهم هذه الأجهزة الحديثة هل يحتاجون إلى أن ينحتوا بأيديهم؟ لو كانت عندهم هذه الكاميرات التي يضع الأصبع وتخرج الصورة 100% كما هي، ما احتاجوا إلى النحت والرسم والنقش. فهذا يدل على أن هذا كله صور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ولما رأى القرام صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم وتغيض. فينبغي أن يحذر إلا ما كان للضرورة، إلا ما كان للضرورة. فإذا اضطر الإنسان للصورة لجواز سفر لحج أو عمرة أو مصلحة أو شهادة أو ما شبه ذلك فهذا عذر، أو رخصة قيادة أو رخصة عمل أو ما شبه ذلك. ومن أهل العلم أن يخفف في مسألة الفيديو، والذي يظهر لنا في تصوير الفيديو وأشباهه أنه حسب الحاجة. إذا احتاج الإنسان لذلك كنشر العلم وانتفاع الناس منه فإنه لا بأس به، وأما إذا كان لم يكن هناك ثمة حاجة فينبغي الإنسان أيضا أن يبتعد عن التصوير بجميع أشكاله وألوانه. وهذا الذي قلنا به هو اختيار الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، فإنه يرى أن التصوير ممنوع بجميع أشكاله، بجميع أشكاله يرى. وهذا رأي جملة من العلماء المعاصرين أنهم يرون أن التصوير بجميع أشكاله داخل في هذه النصوص الناهية عن التصوير، ومن أهل العلم من تجوز في ذلك ويرى أنه غير داخل فلا يرى في ذلك حرج. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، ونحن ندعو إخواننا إلى الاحتياط في الدين، الإنسان يبتعد ما ليس له حاجة ولا ضرورة، ينبغي الإنسان أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. نعم. من الطرائف التي حصلت في مجالس السماع كان الشيخ يعني يحدث بلاد الحبيب، وكان يعني هناك من يصور بالكاميرا وغير ذلك، فسأل الشيخ قال يعني هل ينطبق على المصورين هذا الحديث؟ فصار المجلس يعني ولذلك نحن ابتدرنا وتكلمنا قبل أن يتحدث متحدث وذكرنا الخلاف لكم، ونحن نكره والله الحمد لله الله يعلم ذلك منها، نحن نكره جميع أنواع التصوير، لكننا إذا كانت الصورة الفوتوغرافية عند الحاجة عند الضرورة فإننا التي لا محيص عنها فنحن بناء على الضرورة، وأما التصوير في الكاميرات الفيديو فإذا رأينا المصلحة في ذلك كنشر العلم واستفادة الناس منه. ولذلك أنا قلت للإخوة لما بدأوا يصورون الدروس هنا وفي غير هذا الموطن في دروس أخرى
قلنا لهم إذا كان المقصود الحاجة ونفع الناس ونشر هذا فنحن لا نمنع، لأن الأمر مشكل عندنا، ليس بالنهي واضح أنه داخل في النهي، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإننا نمنع هذا ولا نقبل هذا. ولذلك نمنع التصوير في المجالس ولهو الناس، لا نرى التصوير لا في الفيديو ولا في غيره، والله أعلم. قال حدثنا قيس بن ابي حازم عن ابي حسن رضي الله عنه قال الا رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاه الغد من اجل فلان مما يكفي بها. قال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشد غضبا في موعظته منه يومئذ. قال فقال يا ايها الناس ان منكم فأيكم ما صلى بالناس فليتجب واستعين فيه الغريب والكريم والحاجة. وهذا يدل على مشروعية الغضب في الموعظة، حتى كان الإنسان يعظ الناس لا بأس أن يغضب، لأن هذا الغضب لله تبارك وتعالى. وفي قوله فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة، المريض الذي لا يستطيع المكث لمرضه، والكبير الذي لا يستطيع لكبره وضعفه، وذا الحاجة الذي يكون مشغولا بحاجته، كذلك الصغير الذي عنده ملل. ولهذا كان يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها، فإذا سمع بكاء الصغير تجوز صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان أرحم الناس بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا جويريا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا في قبله المسجد مقاما فحكها بيديه فتغير ثم قال ان احدكم اذا كان في الصلاه فان الله حيال وجهه فلا يتدخلن حيال وجهه في الصلاه. وهذا يجب أن يعلم أن المساجد يجب أن تصان عن الأقدار وعن الأوساخ وعن الأذى، وإذا وجد الإنسان من ذلك شيء فليتواضع لله جل وعلا ولينقي كما فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قام يحكها وأمر بخلوق نوع من أنواع الطيب أن يوضع أن يؤتى به، فوضع مكان النخامة، كل هذا من باب تقدير المساجد واحترام المساجد والعناية بها. ومن العناية بالمساجد أيها الإخوة أن يحرص الإنسان يدخل المسجد على أكمل هيئة وأجمل صورة وأحسن رائحة. ومما ينافي احترام المساجد ما يقع الآن في مساجد المسلمين اليوم حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي من وجود الأصوات التي هي تنبعث من الجوالات، أصوات الموسيقى ونحو هذا، فينبغي الإنسان يحترم بيوت الله ويحترم هذه العبادة العظيمة، فإن ذلك من تعظيم الله جل وعلا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن المنبعث عن سيد بن صابر الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقاطعة فقال عليها السنة ثم عرفوا إياها هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه تعالى يبين غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن ضالة الإبل، الإبل تحمي نفسها وتطوف في الفلات حتى يأتي صاحبها يوما من الدهر فلا ضرر عليها، ولهذا لما سأله في أول الأمر عن لقطة اللقطة اللي يجدها الإنسان أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لتعريفها عاما كاملا، وأمره أن يعرف عفاصها ووكاها، يعني يعرف الإناء الذي هي فيه والرباط التي تربط فيه، يعني يعرف أوصافها تامة.
ثم إذا عرفها سنة فإنه يملكها، قال استنفقها. فإن جاء ربها يوم من الدهر وصاحبها يوم من الدهر فعرفها له فعرفها، فإنه يجب عليه أن يردها إليه، وإن لم يأتي فإنه يملكها. وسأله عن ظلة الغنم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فهذا معنى ذلك أنه يأخذها. واختلف العلماء هل تعرف ظلة الغنم أو لا، فمن أهل العلم قال استنادا لهذا لا تعرف، بمجرد ما تجدها تأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي لك أو لأخيك الذي سوف يأتي بعدك ويأخذها، أو للذئب الثالث، والذئب لا يعرفها، فقارن بينك وبين الذئب. فمنهم من يرى لا تعرف، ومنهم من يرى أنه لا بد أن تعرف سنة كاملة. طيب لو وجد غنم وراد أن يعرفها معزا، يعرفها سنة، فإن هذا في ضرر، لكن نقول له: اعرف أوصافها وبيعها واحفظ ثمنها، وإذا جاء طالبها يوم من الدهر أعطه، وإلا فهي لك. وإن قال: أريد أن أضعها مع مالي ترعى وتأكل وتبرع بذلك، فلا بأس به، لكن مرد الأمر أنها تكون لها إن لم يأتي صاحبها يوم من الدهر. أما ضالة الإبل فغضب النبي قال: ما لك ولها، يعني دعها، لأنها تستقل بنفسها وتحمي نفسها من صغار السباع. نعم. وفي إليه قال: وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حا وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن المسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فتدفع إليه. يصلي ايش اليها عندنا يصلي فيها، ما في نسخه ولا نسخه، وهذا اللي يظهر يصلي فيها لانه اراد ان يعتزل من الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليله فحضروا وابقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج اليهم فرفعوا اسرتهم وحصروا للباب. فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال منكم صنيعكم حتى ظننتم انه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. وهذا كان في رمضان، فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلتين او ثلاث ليالي وصلى معه رجال حتى اكتظ بهم المسجد، فلما رأى حرصهم صلى الله عليه وسلم دخل ولم يخرج إليهم، وصاروا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى أنهم صاروا يحسبون يرمون الحصبة حتى يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه إنما منعهم ذلك خشية أن تفرض عليهم، أن تكون صلاة التراويح فريضة، وصلاة التراويح في رمضان سنة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا كله في الصحيح لكنه ليس بواجب. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وعطائه على وفضله على عباده. فيحرص الإنسان على قيام ليل رمضان، ويحرص الإنسان يعود نفسه على قيام الليل دائما وأبدا، فإن هذا هدي النبي، ما يترك قيام الليل صلى الله عليه وسلم، ما يترك صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر، بل إنه إذا نام عن ورده يوما من الأيام ليلة من الليالي لمرض ونحوه قضاه من النهار صلى الله عليه وسلم شفعا، يعني قضى الوتر شفعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفيما يدل على شفقة النبي بالأمة حيث خشي أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون، يعني فرض علينا صيام رمضان فلو فرض علينا قيام ليالي رمضان لشق ذلك على الناس.
ترى الوقت لكم، أنا ما دام الأخ يقرأ فنحن طيب. باب الحسنين لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاهن الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابي بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه كما قال رحمه الله تعالى: فإن الواجب على الإنسان الحذر من الغضب، لأن أثار الغضب عظيمة وأثار الغضب غير حميدة، فلربما غضب الإنسان فخرج عن طوره وخرج عن عقله فصار يقول ما لا يدري، فلربما طلق ولربما شتم ولربما سب دين ولربما قال ما لا تحمد عواقبه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الغضب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول: ليس الشديد الذي يكون قوته عند المصارعة، وإنما الشدة والقوة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا يدل على أن قوة الرجل إذا كبح جماح النفس ومنع جماح النفس. نعم. باب الحياة الحياء خلق حميد يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، فالذي يمنع الناس الآن من الوقوع في القبائح هو الحياء، والإنسان إذا استحيا من الله عز وجل لا يزال بخير، وهو خلق حميد. ولهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يأتي إلا بخير فهو خير. ولهذا لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، قام بشير وقال: مكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة وفي بعضها ضعف. فغضب عليه: كيف أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا وأن تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيما يدل على شدة الصحابة على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على الإنسان إذا سمع قول الله وقول رسوله أن لا يتقدم بين ذلك برأي لأحد كائنا من كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
هذا يدل على أن الحياء خير كله، وأنه لا ينهى الناس عن الحياء، والإنسان كل ما كان ذا حياء كان محمودا. وإنما ينهى الإنسان عن الخجل وعن عدم قول الحق، لا إشكال بهذا. أما الحياء فإنه خير عظيم، ولهذا أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونهى الرجل أن ينهى أخاه عن الحياء. باب من أن تمسح مصنع ما شئت. وفي ليلة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا سهيل قال حدثنا منصور عن ابي بعيد عن بعيد بن حراش قال حدثنا ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بما ترك الناس من كلام قوة اليمنى بأن تستحي مصنع ما شئت. يعني مما وجد من الآثار السابقة من آثار النبوات السابقة هذه الجملة، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الكلام يحتمل أنه تهديد، يعني إذا كنت لا تستحي افعل ما تشاء، فهو تهديد له أن يقع في الحرام. ويحتمل أن المقصود أن الشيء الذي لا يستحي منه افعله فإنه ليس بحرام، فإنه لا يكون حراما إلا ما يستحي منه، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، والله أعلم. باب ما لا يستحي من الحق التفقه في الدين. وفي ليله قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عروه عن ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله يستحي من الحق وهل علم الخبز في احد الباب فقال نعم الى رأت الباب. وفي ليله قال حدثنا هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن احتلام المرأة، ما منعها أن تسأل عن دينها؟ الحياة خير، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان بسبب الحياة يمتنع عن الخير، لأن الحياة خير كله، والحياة لا يأتي إلا بخير، ومن الخير طلب العلم النافع. ومن ذلك أن عبد الله بن عمر تمنى أن ابنه أجاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الشجرة وهي النخلة، لكن ابن عمر استحيا رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لصغر سنه وفيه الأشياخ والكبار لم يتكلموا فاستحيا رضي الله عنه. وكان عمر يتمنى أن ابنه أجاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. وهي التي عرضت نفسها على النبي والذي قبلهم كالنخلة. وش احنا ذكرنا حديث بعد سؤال المرأة، حديث ابن عمر ما أراد أنا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كشجرة على النخلة، والذي بعد حديث الذي سأل المرأة التي عرضت نفسها، ما زلت ستكمل شرحها؟ لا خلاص، أنا هذا لا إشكال في الحديث. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه استحيا، فوالده رضي الله عنه وأرضاه تمنى أنه تكلم، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يمنعه الحياة من العلم، كما فعلت المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يمنع الإنسان يسأل حاجته. فهذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها على النبي، هذه ما فعلت إلا خير،
ولهذا طلبت الزواج فلا بأس المرأة أن تطلب، حتى إذا احتاج المرأة أن تقول لوالدها أو والدتها أنا أرغب، كما أن الشاب ينبغي له أن يفعل هذا. فليس هذا من الحياء المحمود، كون الإنسان يمتنع عن الحق الذي له حياء. الله أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ولا يعسل، وكان يحب التخفيف فمن يغسل على الناس. وفي ابي مرحله بن اسحاق قال حدثنا بن النضر قال اخبرنا اشرف عن سعيد بن ابي برد عن النبي عن جده قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل على ابن جبلين قال لهما: يسر ولا يعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. قال ابو موسى: يا رسول الله، وهذا يدل على أن مرد القضية إلى الإسكار، ولا علاقة لنوع الأشربة ما لم تكن مسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشربوا كل شيء واشربوا في كل إناء، لكن لا تشربوا مسكرا. فالعبرة بالإسكار، فكما كان يسكر يذهب العقل فإنه يكون ممنوعا، وما لا فلا يدخل في النهي. وبه الذي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي تياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وسكر ولا تنفر. وهذا الواجب على الدعاة والصالحين، أن يسروا على الناس ولا يشددوا على الناس، وألا ينفروا الناس من دين الله جل وعلا، بل يرغبونهم في الدعوة ويرغبونهم في دين الله عز وجل حتى يقبل الناس على دين الله. نعم. وفي بيت قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسارهما ملك اثما، ان كان اثما كان على المسلمين، ومن اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا ان ينتهك حرمه الله فينتقم بها ولهذا كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة سمحة. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: لو أشكى على إنسان أمر من أمور الشريعة وتردد بين التشديد والتخفيف، فإن الأقرب إلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم السماحة واليسر. وإن كان بعض أهل العلم قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط، والصحيح أن هذه الشريعة مبنية على السماحة وعلى اليسر، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم. نعم. وفي بيت قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محمد بن زيد عن أنس رضي الله عنه قيس قال: كنا على شاطئ نهر من الأهواز قد نضط عنه الماء، فجاء أبو بغداد الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسا، فانطلق بالفرس فدار صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء يسر الشريعة، وأن حفظ المال أيضا من مطالب الشريعة. وهذا يدل على جواز مثل هذا، وأنه أن الإنسان لو كان يصلي فانفلت دابته أو طفلا معه يخشى عليه انفلت فخشى عليه، لا بأس أن يقطع صلاته وأن يأتي بما فاته من مال أو ولد ونحو ذلك. وهذا يدل على يسر الشريعة، كما أنه أيضا لو عرض له في صلاته ما يخشى منه ضررا كحريق ونحو ذلك، أو عقربا يخشى أن تلدغه أو نحو ذلك، أو عدوا يريد أن يأخذ ماله أو أن يجهز عليه فيقتله، كل ذلك يدل على سماحة الشريعة،
وله أن يقطع صلاته ثم يستقبل صلاته بعد ذلك. توقف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.